يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكم. حلقه جديده من السادسه يبدا معاها مشوار منتخب مصر الوطني بعد اقل من ساعه بدايه مشواره طبعا في بطوله امم افريقيا، المباراه المنتظره في مواجهه موزمبيق. على كل الاحوال طبعا نبدا بكل التمنيات بالتوفيق لمنتخب مصر في بدايه المشوار البطوله، والمشوار الحقيقه دايما في بداياته صعب. يعني قد نتفق او لا نتفق على انه ماتش النهارده سهل، يعني وبكل الحسابات المواجهة المفروض يعني شبه محسومة، لكنها ليست بنزهة لمنتخب مصر. أعتقد أنه اللي تابع مباراة ساحل العاج امبارح، البلد تستضيف البطولة في مواجهة منتخب غينيا، والنهاردة في مباراة طبعا نيجيريا، أعتقد ما زالت يمكن في الثواني الأخيرة منها. كانت نتيجة لغاية قبل ما أطلع مع حضراتكم وقابلكم على الهواء، كانت النتيجة 1-1، تقول إنه لا ساحل، والاتنين طبعا منتخبات كبيرة، لكن لا ساحل عاج كفريق مرشح للقب أو حتى نيجيريا واحد من أبطال القارة واحد من أعظم الفرق على مستوى النتائج العالمية، والجيل ده تحديدا على مستوى الأرقام والمحترفين جيل استثنائي في تاريخ نيجيريا، يقول إنه البدايات ممكن تكون سهلة. هكذا نتمناها إنها تكون سهلة، وإنه المنتخب الوطني النهاردة يظهر وجهه الحقيقي. الرهان مش على أو الحسابات مش حسبة 3 نقاط، الحسابات حسبة منتخب يقدر يقول من أول ظهور ليه في البطولة إنه جاي ينافس على تحقيق اللقب. عرض قوي، أداء محترم، نتيجة بإذن الله تكون في مصلحتنا، وده اللي بيراهن عليه فيتوريا النهاردة في الاختبار والمحك الأول ليه. منتخب مصر 23، عشان برضه ما نتكلمش في السهل والصعب، منتخب مصر 23 مش ممكن تقول المنتخب اللي كسب بلجيكا هو هو اللي خسر قدام كوريا، ولا اللي لعب مباراة كبيرة جدا قدام الجزائر وهو تقريبا بيلعب ناقص لاعب على مدار يعني اغلب زمن المباراة وقدم عرض من اقوى عروضه في 23، هو المنتخب اللي خسر قدام اثيوبيا بنتيجة 2-0 في تصفيات كأس الأمم. اي الوجهين هيظهر النهارده بيه منتخب مصر قدام موزمبيق؟ ده اللي احنا هنحاول ان احنا نستكشفه مع حضراتكم، واحنا بنستعرض تشكيل منتخب مصر اللي هيخوض المباراه ورؤيه وطريقه لعب روي فيتوريا واعتماده على مفاتيح لعبه الاساسيه النهارده اللي اختارها عشان تكون ضمن عناصر التشكيل الاساسي.